كان عندنا واحد الاجتماع مع سعاده الوالي ميديا يوم الخميس على المشاكل اللي عندنا في الميناء وسط الميناء، المشاكل ديال السكانير وديال الشارج والديشارج. السكانيرات عندنا واحد ثلاثه سكانيرات، مره يخدموا مره ما كيخدموش. وسعاده الوالي مشكور، كان وعدنا باش يزيدنا سكانيرات، قلنا غادي تزاد واحد 10 سكانيرات باش يسهل لنا الماموريه في الولوج للميناء. وبالنسبه لي زوبيراتور مرسى ماروك تي سي 3 وسوماپور، حتى هما كان واحد اللقاء معهم باش حتى هما يسرعوا الوتيره ديال الشارج والديشارج. والسبت تفاجئنا بواحد القرار من الولايه باش يتغلقوا كاع الابواب ديال الميناء ديال الدار البيضاء، اكبر ميناء في الدار البيضاء اللي كي اكبر ميناء على صعيد الافريقي، كيعتبر من الموانئ الدوليه. كان نتفاجئوا كيسدوا لنا باب واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه، خلاو لنا باب واحد، باب السه. باب السه على العلم ان باب السه ما فيه لا ستاسيون لا 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 الباركينغات فين يوقفوا الكاميوات لا حتى شي حاجه. وكاين واحد الازدحام كبير لان الميناء ديال ميناء بحال الدار البيضاء ما يمكنش يخليو ليه باب واحد اللي هو خدام، على العلم ان غادي يتحل البور دو بيش، غادي يخدم هاد الايامات، وغادي يتزادوا معنا حتى شاحنات الفريكوات والصولوات ديال صحاب الحوت تما غادي يتزادوا معنا في باب السق. والنقاله راه كيعانيو بزاف، والمقاوله النقليه اللي كيوصي عليها سيدنا الله ينصرو راه كاع كتنهار كتموت عرق بعرق. قال اغلبيه دابا ديال النقاله من سمعوا هذا القرار وقفوا الكاميوات ديالهم، انهم ما غيبقاوش خدامين بالخسران، لان تزادت علينا واحد 30 كيلومتر في 30 كيلومتر، يعني واحد 60 كيلومتر باش نتجهوا للجنوب ديال الدار البيضاء. الشمال ماشي مشكل، عندنا الميناء ديال باب السه خدام لينا الشمال، ولكن اللي غادي يتجه للجنوب واللي غادي يمشي للمصانع الكبرى بحال كوزيمار لوسيور، مصانع ديال عكاشه، يعني جميع المصانع اللي كاينين ديال عين السبع راه عندهم ضرر. ان هذا كانت عندنا واحد التكلفه كنمشيو بواحد الثمن، دابا راه تزادت علينا واحد 60 كيلومتر على الاقل، مينيموم 60 كيلومتر. المهم ما علموش لينا الكليان ديالنا باش نكون ندير واحد الزياده ديالنا، جاو وقفونا حنا راه ولينا خدامين بالخسران. المطالب اللي كنوجهوها هي يديروا واحد التدبير ديالهم ويكون داك الشيء عقلاني، ويديروا لنا البديل. سديتوا علينا باب اربعه وباب خمسه وثمانيه، خاصنا البديل. راه كيكون كيدز غير تران ديال لوين سيف، تصور تران كيحبس المرسى كامله، المرسى كامله كتبلوكا، باقي داك الشيء ديال السبعينات والستينات كنعيشوا فيه، كيدوز تران خاص كل شيء يوقف، لا النقاله لا الكاميوات لا الكوميات لا اصحاب الشاحنات، كل شيء كيوقف. يعني خاصهم يديروا قنطرات، يديروا خاص البديل. دابا خلاو لنا باب واحد كتدخل شي تقريبا شي 10000 شاحنه اللي كتدخل وتخرج، حنا هذا الباب واحد ما كافيش لينا، سدوا علينا الباب ثلاثه الباب اربعه والباب خمسه، سدوهم خلاو لنا باب واحد. دابا كاين اكتظاظ بزاف فوق 10000 شاحنه تقريبا اللي كتدخل، وهذا هو الميناء الكبير ديال الدار البيضاء. ودابا الشيفور غادي يدوز واحد ثلاثه السوايع ولا اربعه لداخل في المرسى، عاطينو سوايع غادي يكملهم في المرسى غادي يوقف. ما يمكنش غتمشي مع مسار واحد باب واحد فيها لابانات فيها سيتيرنات فيها حاويات فيها الطوابل فيها الديكي ديال الحوته هو غيخدم فيها العود فيها البوبين فيها الشاربون، 10000 شاحنه تقريبا اللي كتدخل في النهار. راه ميناء راه هو الميناء تقريبا الكبير، وحنا دابا ولينا خدامين بحال كتسخر الكليان، فهمتي؟ المازوت والدعم ديال المازوت كيعطيونا شهر وجوج شهرين ما كيخلصوهاش لينا، كتمشي دعم ديال المازوت تاهو ما كيديروا معنا والو. هذاك الشيء اللي قروا به ما كيديروا التقريره ديالهم هما، ها كيصبحوا بقرار راه غدا غنسدوا الباب ثلاثه والباب اربعه غتخرجوا من الباب سته. التقرير كيخرجوا بها هما النقاله كاع مجموعين مضرورين، كل شيء واقف، الحركه واقفه، ومن بعد لما داروش معنا هذا الحل شي حل راه غنديروا اضراب غنوقفوا.